ناخذ طارق من العراق، تفضل يا طارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم عليكم السلام السلام ورحمة الله ورحمة وبركاته. الله وبركاته. حياكم الله. أهلا بك يا ثائر الدراجي. أهلا وسهلا بك يا محمد الحربي بين قوسين جلاد الروافض. ثائر، بارك بسألك الله سؤال بك. قبل تطرح الشبهة. ثائر، ما شاء الله أنت مليء، نعم. أنت على مبدأ أنت ليش؟ ثائر ها؟ عندكم، أقول أنت على مبدأ أنت ليش؟ ثائر، لماذا لا تتصل باسمك الحقيقي؟ حبيبي يا محمد الحرب، عندي تسجيل، عندما اتصل باسم ثائر الدراجي في قناة وصال او بقناة صفا يقطعون اتصالي. والله الذي لا إله إلا هو، أن المخرج الآن في السماعة يقول لي كذاب، كذا قالها. عطنا عط اكمل عط اسئلتي يا لا بس عطنا الشبهة اللي عندك، هات في دقيقة بس يا ثائر، تفضل. طيب، لماذا تسميها شبهة؟ لماذا لا تقول أنا شيعي وأريد أن أتعلم وأستفيد منكم وأتابع حلقاتكم لا لعل لا الله لا 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 يهديني لا على أنت هديكم إن لا كانت لا لا مفيدة في أنت البداية. أنت كذاب معروف، كذاب أشر، تتصل على القنوات معروف أنت. تفضل يا ثائر. شكرا شكرا على الغلط، عفوا، والآن المشاهدين يسمعونك كيف أعرف أعرف تتجاوز حدودك وأعرف وأنا أنك لا تسجل أرد يعني. عليك. تفضل يا ثائر، تفضل. نعم، أرجو من الشيخ البلوشي أن يقول لي نعم، لماذا لا تأخذه الغيرة والدفاع عن الأشاعرة الذين هم كثير من أهل السنة، وقد قال عنهم محمد صالح الفوزان: الأشاعرة والماتردية لا يستحقون أن يلقبوا بأهل السنة والجماعة، وأرجو من حضرته كذلك أن يدافع عن أهل غزة وعن الحصار الذي تقيمه عليهم الدول العربية، بدلا من أن يدافع عن أناس يكفرون أغلب المسلمين. من هم يا ثائر أما يكفرون أغلب المسألة المسلمين؟ الأخرى، من هم ثائر؟ المسألة الأخرى، ثائر، من هم الأناس الذين ها؟ يكفرون أغلب المسلمين والشيخ يدافع عنهم؟ المعروفين بالوهابية أو السلفية السعوديين. ممتاز، طيب تفضل. نحن نعم. الشيعة ما نكفرهم، أغلب المسلمين نكفرهم، لا لا اتق لا. الله. الشيعة من أمثالك ما نكفرهم، فنكفر أغلب المسلمين؟ أي افتراء هذا؟ عطني النقطة اللي بعدها يا ثائر، تفضل. أعطيك النقطة اللي بعدها، تفضل. وأرجو من الشيخ أن يوضح لي فتوى الشيخ الألباني في الفتاوى الألباني في صفحة 18، عندما سألوه عن أهل الضفة الغربية هل يجوز أن يخرجوا ويهاجروا إلى بلد ثانية، قال: يجب أن يخرجوا يا أخي، يجب أن يخرجوا من الأرض، لأنهم لا يتمكنون من طرد الكافر، إذا يجب على الفلسطينيين أن يخرجوا ويتركوا بلادهم لليهودي، ويجب على السلفية السعودية أن يقاتل الجمهورية بعد الإسلامية يا من ثائر، أجل دعم اليهود. بعد كلمة نعم. إذن، هذا كلامك ولا كلام الشيخ؟ هذا استنتاجك ولا كلام الشيخ؟ عندي مسألة أخرى. لا لا، جاوبني قبل على المسألة الأخرى، الأقدام. قبل المسألة الأخرى، قبل المسألة الأخرى. إذن، كلمة إذن هذه منك أنت أو من الشيخ؟ كلمة إذن. إيه، الآن وما أقصده بعدها؟ أمامي بالصفحة. نعم. كلمة إذن قال: منك ولا يجب من؟ أن لا لا، أنت يخرجوا يا مصدق، أخي، يجب أن يخرج. مصدق عندي. إذن كلمة نعم نعم إذن وما بعدها، هذا استنتاج منك؟ محمد الحرب، اعطيني مجال دقيقة، مو دقيقتين، 50 ثانية بس أقرأ لك المسألة. بعطيك عشرين عندما ثانية، سأله الشيخ: 20 ثانية فقط، تفضل يا ثائر. ويعد يجب من أن المخرج. يخرجوا يا أخي، يجب أن يخرجوا من الأرض، لأنهم لم يتمكنوا من طرد الكافر منها إلى الأرض يتمكنوا فيها من القيام بشعائر إسلامية. أنا ممتاز. علقت وقلت إذا يجب. بس أنا ايش دخل علقت هذا كله المسألة بموضوعنا الأخرى. اصلا؟ انت علقت طبعا، بما نعم. انك معلم لغة عربية وكذا تعلق. طيب عطني المسألة اللي بعدها، انت علقت، يعني مو كلام مبتور، انت اتيت به من عندك. عطني النص اللي بعده، عطني طيب. النقطة اللي بعدها، تفضل يا ثائر. طيب. الأخ سالم الذي قرأ الشعر وهجأ به الشيعة، أنا لا أقول له مثل ما قال، ولكن أقول كما قال الشريف الرضي لا لا عن لا لا السيد لا 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 الأمين ثائر، لعلماء اللغة إلا العربية. المتصلين ما لك علاقة فيهم، لك في الضيف هنا، لك في المذيع، لك في القناة، اللي تبي، حتى لو تبغى اللابتوب اللي قدام اللي تبي، لكن إلا المتصلين. متصل يدافع عن نفسه. فالمتصل يدافع عن نفسه، أنا ما لي علاقة فيه. يا تريد أخي كل أمر آخر، أعطيك تفضل يا كل ثائر. أعطيك كما تسمحون لهؤلاء أن يشتموننا، ما لم تسمحوا لنا يشتمكم أن أحد، ندافع عن لم أنفسنا، يشتمك أحد يا نحن لا ثائر. نشتم أحد. شكرا لك يا ثائر من العراق، كان اتصال يعني حامي جدا.
شكرك يا ثائر، ترى دائما اتصل بنا وانا ارحب بك يا ثائر. ولكن هم يتباكون على الفلسطينيين ويذبحون الفلسطينيين في العراق، اي كذب هذا واي دجل هذا؟ ادعو ثائر انا نعم. ادعو ثائر لمشاهده الفيلم الذي بث على قناه وصال، حق اليقين في موقف الرافضه من فلسطين، فيلم لمده ساعه وخمسين دقيقه، ربما يعني ستعلم بعض الحقائق. ناخذ عمر من السعوديه، تفضل يا عمر. ابو عمر عفوا. السلام عليكم أستاذ محمد. حياك الله أبو عمر، حياك الله. ربنا يبارك فيك ويعزك. بالله عليك أولا أنا عايز رقم الخاص لأنه في أمر هام. أبشر أبشر، الكنترول يعطوك، الكنترول ياخذ رقمك وأنا أتصل بك إن شاء الله بعد البرنامج.